السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. إذا هنا كما قلنا دونك دوزنا ما يسمى بلا نات ديناميك، ما كملناش هذيك لا بارتي التالية اللي قلت لكم. دونك غادي ناخذ واحد البوست آخر، يعني نخرجوا على الانترفال ديال لي زادريس ديال لوكال انترن. شفتوا باللي فاش درنا اللابتوب ودخلنا في هذاك الانترفال اوتوماتيكمون حتى هو تدارت له لا تراديكسيون، ولكن اوتوماتيكمون هذا لو بي سي مثلا لو انه نخرجوا على هذا الانترفال مثلا نعطيو 192 168 نديروا جوج مثلا جوج ستة ولا سبعة ولا ماشي اشكال نعطيو هنايا دونك لا باس غير ماشي مشكل 162 162 واحد واحد دونك فوالا دونك اوتوماتيكمون غادي نديرو ان بينغ هنايا فوالا اوتوماتيكمون غنديرو بينغ فوالا بينغ على 200.200.50.2 اوتوماتيكمون فوالا ما غاديش يدوز لو بينغ واخا نبقاو نساينو. علاش؟ لان اوتوماتيكمون هذيك لادريس اي بي اولا ما كايناش كاع في هذا الريزو لوكال انترن، ثم ما يمكنش تدير لها تراديكسيون لانها ما كايناش عندها شي حاجه اللي كتشير باش خصها دير لها لا تراديكسيون. اوكي دونك اوتوماتيكمون هادو هنايا غادي يكونوا سكسيسفل كاملين، هادو هنايا سكسيسفل كلهم فوالا سكسيسفل سكسيسفل، ولكن هذا ما غاديش دير له لا تراديكسيون وما يمكنش تدير له لا تراديكسيون من عده جهات. اولا ما كينتميش لنفس الريزو هنا، ثانيا ما عندوش هنايا يعني شي كوموند اللي كتقول باللي خصو يخرج يعني وتدار له لا تراديكسيون. ما علينا، دونك دابا غنمشيو مباشره الى سمحتوا يعني الاي بي عفوا الكونفيغوراسيون ديال البات البات، وهنا في الكونفيغوراسيون ديال البات ما غاديش نعاود كل شيء، غادي نحاول نحيد الامور اللي ما غاديش نحتاجها ونخلي المسائل اللي ضروريه. دونك من بين الاشياء اللي ما غاديش نحتاجها دونك الى مشينا هنا للكونفيغوراسيون خصني نحيد اولا هذيك لا غوت، هاد لا غوت هادي دونك هاد لا غوت دونك ما غاديش نحتاجها لانه هنا ما بقيناش كنخرجوا بديزادغيس اي بي، غادي نوليو كنخرجوا يعني بالبور براسو، البور هو اللي يولي كيخرجني البور ديال الانترفاس، الانترفاس ديال 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 الروتور ديال الجلوبال اكسترن، يعني لادغيس اي بي ديال داك الانترفاس ديال الجلوبال